في الحقيقه ما نحتسبهمش ماتوا، ولا تحسبن الذين هذوك راه شهداء، هذوك ربي قرر وغياخذوا الشهداء عنده، ولكن ناخذوا العبره على ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وهذوك الناس اللي توفوا الان يمكن استسينيال واحد الاشاره باش نعرفوا راسنا الحقيقه ديالنا، نعرفوا الانسانيه ديالنا، نعرفوا التضامن والتآزر والتآخي اللي معروفين به المغاربه منذ القدم. الان هذه المناسبه مناسبه اللي كل شيء يتحرك فعلا، بقاو فينا فعلا، ولكن غادي يمشيو للجنه ما غتبقاش فينا، نتمنوا نخلطوا عليهم الجنه عند سيدي ربي. ولكن ما دمنا في الدنيا خصنا نردوا البال هذوك الاطفال اللي خلاو، دوك الزوجات دوك اللي غادي يوليو الان مسكينات ارملات، والاباء اللي مشاو لهم العائلات ديالهم. اذا خص في الحقيقه 100% غادي تكون واحد تكتل، ونخمموا الان هما دفنوا، حنا صلينا عليهم ونتمنوا على سيدي ربي يتقبل منا هذه الصلاه، وربي غادي يتقبلهم ان شاء الله الرحمن الرحيم عنده. ولكن جا ظرف فين غادي نشوفوا الحالات، هذوك القرى اللي تدمرات مثلا، لاحظنا على ان البنايات اللي مبنيه شي شويش بوسائل اكثر جديه بقات صامده. اذا جات مناسبه، جات مناسبه ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي نضمنوا للبناء، نضمنوا اللي جعل بعض المناطق الهشه ماشي هشه. والحمد لله على هذا النعم ديالو، تنحمد الله ونشكروه على ان صاحب الجلاله امير المؤمنين اللي لا الانسان في الحقيقه امام القرارات السديدة ديالو، وامام حب لهذا الشعب، وامام محبة الشعب ليه، غادي هاد الامور غادي تمشي ان شاء الله في الاتجاه الصحيح، وغادي تكون شي نتائج اللي غادي تبهر العالم ان شاء الله الرحمن الرحيم. والله يرحم الاموات. يا اخي نقدر نقول لك على القضيه ديال الفيك نيوز وهذه الاخبار الزائفه، ولا حتى واخا تكون واخا نديروا حنا كاع صحيحه ونقولوا للناس كاين الحمق انواع، الحق موجود في الدنيا. يجي واحد يقول لك لا هذا الشيء كفي غير النواعر ياك غير تيكذبوا علينا، ولا يعاود لك شي خرافات اللي ما كاينينش، يقدر يجرب على البلبله. كاينين الناس اللي عندهم الربح فزع الفتنه. وعباد الله كلمه واحده عندنا، لا اله الا الله محمد رسول الله، عندنا لغه واحده سميتها العربيه، عندنا محراب واحد اتجاه واحد في صلاتنا، والحسابات الضيقه اللي موروثه على ما نعرف شنو، اللي كاين اللي عندهم المحبه ديال بزاف ديال الحوايج، كاين اللي الوصوليين، كاين اللي تيبغي يصور فليسات من هذه الاخبار الزائفه مثلا. ولكن نقدر نقولوا ما غادي نقول لهم الله يهديهم، لقاش ربي هدينا دوفيس، خصنا نديروها من تاب واصلح بعد ظلمه، لقاش هذا الشيء فيه ظلم، الناس تيكذبوا على الناس، تيظلموا الناس، خصهم هما اللي يتراجعوا، لقاش ما كاينش طريقه اخرى. خصنا نفيقوا على ان الانسان غادي يبقى انسان، وغادي يجي ساعته وغادي يصليو عليه واحد النهار كيف ما بغى يدير الملاعير، يدير ما عرف شنو، يكذب، يسرق، ينهب، يترشى، يدير العجب المتعجب في حياته، غادي تجي واحد الساعه ساعته وغادي ينسى كل شيء، غادي يبقى له اين خير اللي دار مع الله سبحانه وتعالى ومع العبيد ديالو. تيظهر لي كاينين اللي غادي يستجبوا للنداءات الرسميه، وكاين اللي ديجا استجبوا بالنداءات الروحيه. لقاش ما نساوش، لقاش البشر على حسب كيف تيتصرف، إذا كان لإرضاء الله وغادي يمشي، لقاش تيشوف راسو هذاك هو هذاك اللي وقع له ديك الواقعة، خصو يشوف هذا المنظر هذا إلا بغى. أما غادي يوصلها بطريقة أخرى بما أنه أو يدير لا بيبليسيتي، راه الصدقة اليد اليمنى ما تصيغش الخبر اليد اليسرى تعطي. خصنا نكونوا نوصلوا لهاد الدرجات اللي بغانا الله وبغانا النبي، يعني هادشي ما تنجيبوش من عند شي حد يعجبو من راسو. ربي خلقنا وقالنا يا أيها الناس إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وفي التعارف كاين التآزر والتآخي واليد في اليد. إذا مناسبة نديروا ماشي على اليد في اليد، اللي قد على شي حاجة يديرها، ولكن بنظام وانتظام، بنظام وانتظام. وما نقدوش نكونوا بغينا نديروا المساعدات وفي نفس الوقت نديروا التبديل، ونقولوا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما فينا بحد ما هما 300,000 غادي نديروا حنايا مليون ديال الخبز، يمكن النص ديالو غادي غير يمشي يابس. دونك خصنا شي شويش. وهذا كاين واحد القضيه تنسمعوها دائما، المجتمع المدني، وهذه هي المناسبه ديال المجتمع المدني. فاش؟ غير في يساعد في التأطير، لقاش هما مؤطرين وعندهم قانون وداك الشيء، في إطار التأطير يمشيو ويوقفوا مع الناس وينظموهم ويساعدوهم ويسهروا على ما يكون شيء
بعض الفتن لقاس البشر راه ضعيف كاين غادي يحاول بعض المحاولات اللي ماشي هي هذيك، كاين الله فوق من كل شيء، ولكن هذه المناسبه اللي يكون للتفليد وكل شيء تعاون. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.